اذا الان جينا طلعنا على السيستم. هلا رح نطلع، احنا حكينا المره الماضيه حكينا عن الاون اوف كنترولر وحكينا عن التراكنج كنترول. رح نطلع على البروبورشنال كنترول. خلينا نطلع اول شيء على بلانت. البلانت كثير من البلانتس مكونه من فيرست اوردر سيستمز كاسكيدد. لما تكون البلانت كاسكيدد فيرست اوردر سيستم، شو بتكون الاوفرول ترانسفير فانكشن؟ حاصل ضربهم، مش هيك؟ مضروبهم بصير اللابلاس بسمح لي اعمل هيك، التايم دومين ما بسمح لي اعمل هيك، بدي اعمل كونفوليوشن. بس اللابلاس ميزته انه بصير عندي اذا عملت اوبريشن على فانكشن ورديت عملت اوبريشن ثاني على فانكشن، الاوبريشن النهائيه هي حاصل ضرب التو لابلاس ترانسفورمز اللي موجودين للبلانت. هذه البلانت عباره اذا بنطلع عليها هي فعليا هذا كانه له تايم كونستانت، الفريكونسي تبعته هي 5 راديانز بير سكند، فالتايم كونستانت كانه تبعه 0.2 سكند. فهذا كانه سيستم له تايم كونستانت 0.2 سكند، وهذا كانه فيرست اوردر سيستم له تايم كونستانت 1 سكند. اوكي، محطوطين ان سيريز. هلا ممكن هذول يكونوا اشياء مختلفه في البلانت فيزيكلي، ايش هم فيزيكلي؟ ممكن يكون اكتويتر، ممكن يكون هيتر مثلا، ممكن يكون فيرنس، ايش ما كان البروسيس اللي موجوده هون. هذول التو بروسيسز لما يجوا ورا بعض، فانا عمالي هون في عندي كنترولر، الكنترولر عمالي بدخل انبوت للجزء الاول من البلانت، عم بتطلع اوتبوت وبعدين تدخل على الجزء الثاني للبلانت. هذا فعليا صار سكند اوردر سيستم. ووضعه الحالي هذا السكند اوردر سيستم هو اوفر دامبد، لانه البولز الاثنين ريل. على ايش موجودين؟ على اي اكسس؟ على السيجما، على الريل، على الريل اكسس، مش هيك؟ على الريل اكسس. هل السيستم هذا ستيبل؟ البول هون ايش؟ ماينس 5 راديانز بير سكند، وهون ماينس 1. اذا البولز الاثنين في الليفت، في الليفت هاند سايد تبعت الاس بين، معناها هذا السيستم ستيبل بطبيعته، ستيبل. دكتور لازم ناخذ الاوفر اول سيستم عشان نشوف البولز تبعته عشان نعرف ستيبل ولا لا. صحيح، ما هو هذول هم البولز الثنين بس مع الترانسدوسر يعني. اذا كان في طبعا صحيح. اذا عندي هون انا هذا الترانسدوسر، حاضر ترانسدوسر بس مش شابكه لسه هلا، وانا حاطط له خصوصي ترانسفير فانكشن واحد على واحد. ليش؟ يعني هو بس كي، هلا هو زيرو اوردر سيستم. هلا فعليا هو ممكن يكون له تايم كونستانت او له بولز، بس قيمه البولز هاي اكبر بكثير من البولز اللي موجوده هون، فهم لس دوميننت. هذا لس دوميننت بالنسبه لهدول الاثنين فاهملناه، بس علشان اضل اذكرك انه هذا فيزيكال وهذا الكتريكال، هذا فيزيكال هذا الكتريكال وهذا فيزيكال، وممكن هون في فيزيكال فيريبل ثاني. ممكن يكون مثلا هذا جاس تيربان او ستيم، مثلا ستيم تيربان، فعمالي انا في مكان معين بتحكم بكميه الغاز مثلا اللي بحطها، الفلو تبع الغاز، وبعدين هون بصير في عندي تمبرتشر او سبيد مثلا اذا كانه محرك او شيء زي هيك. اوكي، اذا هذول بيمثلوا فيزيكال بارتس اوف ذا بلانت. بعدين احنا بالبلانت في عندنا تو بولز هون، ما ركبنا سنسر في البدايه. هلا ممكن انا في البدايه بس اعطيه ستيب فانكشن اشوف الريسبونس تبع الاوبن لوب سيستم، ماشي؟ فلا احط انا شغل هون، لهون راح اعطيه ستيب فانكشن. انا اعطيته ستيب فانكشن عشان اذا بدك انا اتاكد خلص انا راح اشيل هذا تماما. انا مجهز الترانسدوسر تبعتي بس ما ركبتها لسه، وهلا راح اشغل السيستم. هون هي عندي سكوب، وانا حاطط هون ستيب فانكشن. هلا هون انا حاططها 0 1، اذا انت بدك في العالم الواقع يمكن يكون القيمه مثلا هو بشغل بحط 20 درجه حراره او فلو، بس انا معتبرها من 0 ل 1. والتايم تبع ستيب فانكشن هذا ات هابنز ات تايم 1 ستيب تايم، ات دزنت هابن ات تايم 0. تشتغل ستيب ات تايم 1 وبتطلع من فاليو من 0 لفاليو 1. اذا لو جينا شغلنا هلا هذا السيستم، خلينا نطلع عليه ونشوف الكاركترستكس تبعت هذا السيستم شو بصير. هلا احط ديسيميشن هون لانه هذا انا بدي ارجع هاي على ديسيميشن لانه هذه مشكلتها بتاخذ وقت طويل. خلينا اتاكد منها مره ثانيه، نعملها ران. اوكي، هاي عندي هلا هون انا مظهر بس الاوتبوت، مش هيك؟ مش حاطط انا الانبوت. خلينا عشان نكون نعمل المقارنه نحط الانبوت كمان ونقارنهم الاثنين ببعض. نعمل ران مره ثانيه. اوكي، هل عندي ستيدي ستيت ايرور بهاي البلانت؟ لا. اوكي، الاوبن لوب بلانت، الاوبن لوب بلانت، بس لكن اذا اجى ديستربنس راح ياثر على الاوتبوت. واحنا مش حاطينه، انا مش حاطط ديستربنس، لكن ممكن انا احط ديستربنس هون على البلانت
اجي احط مثلا هون ديستربنس راح ياثر على الاوتبوت فاليو، والسيستم ما راح يحاول يصحح للديستربنس. ليش؟ لانه هو اوبن لوب سيستم، اوكي، ما فيش عنده فيدباك. فلو صار عندي ديستربنس اجى اثر على البلانت، مثلا لو اجى ديستربنس هون اديتيف نويز، او اجى ديستربنس هون مثلا اثر على البلانت، راح يغير الاوت الفاليو تبع الاوتبوت، ما راح يبين عندي. كمان من الشيء الثاني بنلاحظه هون، خليني اركز على المنطقه هاي مثلا، راح اعمل زوم على الاكس اكسس من المنطقه هاي للمنطقه هاي مثلا. بتلاحظوا ايش عند السيستم عماله باخذ كم يونت تايم تقريبا حتى يعمل رايزنج؟ ايش تعريف الرايز تايم هون؟ من 10 ل 90 من 10 ل 90. فهذه السيستم اللي موجود هون راح يعمل رايزنج تقريبا من هون، هذه هاي 1 سكند 1.5 تقريبا. هاي مضبوط 1 سكند هون. بس ليش مش جاي نص من الواحد للصفر والاثنين؟ السمان تبع الستيب فانكشن هنا، عشان حطينا الديسيميشن وشلت انا ال ستيب تايم مضبوط واحد. اوكي، عندي تقريبا 10% هون بهاي الحدود 1.5، وبعدين راح يطلع عندي هون الى 90% هون. فعندي رايز تايم كان حوالي 3 سكند 2.5 سكند. اوكي، عفوا حسب اليونتس، ما بعرفش ان هي سكندز ولا مينتس او ايش، حسب اليونتس اللي موجوده هون، حسب اليونتس اللي احنا عاملينها. هلا احد الاشياء انا ممكن بدي اتغلب عليها، بدي اغلب على الديستربنس اذا عندي ديستربنس. يعني لو اجينا هلا حطينا ضفنا اديتيف مثلا او سبتراكتيف ديستربنس مثلا، خلينا احط اجيب كونستانت. ناخذ كونستانت مثلا لهذا اللي نعتبره ديستربنس، وراح اسميه ديستربنس. هذا ديستربنس راح احطه مثلا 0.3، وراح اعتبره مثلا سبتراكتيف. نعم سمعتك قاعد ما تغيرش قيمته؟ لسه واحد. انا ما كبست. اوكي، لهذا اظن اذا بدنا نعمله من فوق بنعمل ماينس بلس. اوكي، انا بس لاني مش عارف اعمل الفورماتنج اجيبه من تحت، احط هذا هون وهذه هيك هون. اوكي، كي اذا دخل عندي ديستربنس 0.3 ما راح يصحح السيستم لهذا الديستربنس. فالان لو ردينا عملنا رانينج، ايش صار عندي الان؟ في عندنا خطا ثابت، الخطا الثابت هذا سبب الديستربنس. السيستم لانه اوبن لوب ما بقدر يتحكم فيه. اذا عندي مشكله رايز تايم وعندنا مشكله اوفر شوت. حتى نتغلب عليها شو بنركب؟ لازم اجيب ترانسديوسر، فلازم اول شيء اقدر اراقب الاوتبوت. فجبنا احنا ترانسديوسر، انا راح اهمل السيستم دايناميك تبعت الترانسديوسر، فراح افترض انه هذا ترانسديوسر زيرو اوردر سيستم، ما بضيفش بولز للترانسفير فانكشن. من ناحيه واقعيه ممكن هذا الترانسديوسر يكون ثيرموكابل له فيرست اوردر سيستم مثلا له تايم كونستنت 3 سكندز. ممكن يكون مثلا رئيس الهيوميديتي ايش زي الهيوميديتي، يمكن يكون التايم كونستنت 50 سكند. ممكن يكون سكند اوردر سيستم لو كان هذا اكسلروميتر، بعطيني 2 بولز. فحسب طبعا الترانسديوسر، انا هون بس حاطه كبلوك عشان اكد انه. وهلا راح نراقب احنا الاكتوال فاليو تبع الاوتبوت اللي هو راح يكون هون. فراح اخذ الاوتبوت تبع البلانت، وبعدين راح نحط نيجاتيف ولا بوزيتيف فيدباك. نيجاتيف فيدباك، فصار عندي هلا هون نيجاتيف فيدباك من الترانسديوسر. وبعدين انا عندي هون هذا الكنترولر اللي هسميه هلا بروبورشنال كنترولر. وهذا البروبورشنال كنترولر كاني هون انا بقدر اغير السيتنج اللي بدي اياها هون. اوكي، على فكره احنا هون بنفترض ايديال كنترولرز وايديال اكتويترز، ما فيش عندي ساتوريشن بالليمت، بيقدر يعطيني بلس انفينيتي وماينس انفينيتي. هذا طبعا مش صحيح في الواقع.
اذا احنا حطينا هلا نوع من البروبورش، بعرفش هذا رح يكون مناسب ولا لا، هلا بدنا نشوف هذه كي مناسبه ولا مش مناسبه. فرح نعمل الان رن نشوف ايش صار عندنا. بلش ماينس. ليش بلش ماينس؟ بلش ماينس لانه عندي ديستربنس، عندي ديستربنس اوريدي. شوف ايش راح اعمل، خليني الغي الديستربنس وراح احطه ستيب بعدين. فهلا راح الغي الديستربنس احطه زيرو، بعدين بنرد بنرجع الديستربنس. فلغيت الديستربنس، راح نرد نشتغل نشغل اوكي. طلعوا هذا الستيب شو مشكلته؟ هلا احنا سكرنا اللوب، مزبوط سكرنا اللوب، فصار عندي فيدباك، لكن في عندي شيء هون ضخم. ايش هو؟ ستيدي ستيت ايرور. حتى اتخلص من هذا ستيدي ستيت ايرور شو بدي ابدا اعمل؟ نزيد الجين. نزيد الجين اوكي. فببدا بزيد الجين تبع البروبورشنال كنترول، نحط مثلا 3، نعمل رن. لاحظوا احد الاسئله اللي بيسالوها الطلاب، بقول طب ما انا كان عندي السيستم ما فيش فيه ستيدي ستيت ايرور بالاول بالاوبن لوب، ليش ما خليته اوبن لوب؟ بقدرش اتغلب على الديستربنس، بقدرش احسن الرايستون اوكي. فمضطر اني اسكر لوب، بس لاحظ اذا سكرت اللوب بدا يصير في عندي ستيدي ستيت ايرور هون. نعم تمام، سؤال كويس. في عندي اوفر شوت هون، طب ما كان عندي انا البولز ماينس 1 راديان بير سكند وماينس 5 راديان بير سكند، مزبوط. طلعوا هون ايش كان السيستم اول ما بديت فيه الاوبن لوب سيستم، سكند اوردر سيستم، هل هو اوفر دامت ولا اندر دامت ولا كريتيكلي دامت؟ اوفر دام، مش هيك؟ اكيد اوفر دام، لانه هيو ريل تو ريل، مش هيك؟ البولز موجودين على كل اكسس، مزبوط. طب كيف صار عندي اوفر شوت؟ الفيدباك. شو بيعمل الفيدباك؟ بحرك البولز، مش هيك؟ بحرك البولز. شو بوصل عند نقطة معينة البولز؟ الروت لوكس، متذكرين الروت لوكس؟ بحركوا البولز لحد ما بينطبقوا على بعض. ايش بكون لما لاحظت ما بينطبقوا على بعض التو بولز؟ بصير ريبيتد بولز. شو بتكون الحالة هاي؟ ايش بنسميها؟ كريتيكلي دام. بعدين ايش بده يعملوا؟ اذا هلا دخلنا احنا اكيد هلا، اذا صرنا هلا صار السيستم يعني البولز تحركت من مكانها الاصلي، مش هذا هو الروت لوكس؟ الروت لوكس شو اللي بحرك الروت لوكس؟ شو اللي بحركني على الروت لوكس؟ طبعا لازم تكون هذه نيجاتيف فيدباك، نيجاتيف فيدباك بتحرك على كي، كل ما زدت كي وين بتحرك؟ فالبولز الان كانوا التنين على الريل اكسس ماينس 1 وماينس 5 راديانز بير سكند، تحركت راح يوصل على فكره 3 و3. اذا رسمت الروت لوكس راح تشوف انه بيساوي 3 و3، بصير يعني عندي ريبيتد بولز ات ماينس 3 راديانز بير سكند، ماينس 3 راديانز بير سكند. بعدين اذا زدت كي كمان شو بصيروا؟ بصير السيستم اندر دامب، فصار عندي هلا شويه اوفر شوت، بس لسه عندي مشكله كبيره. هلا مشكلتي الاوفر شوت هذه ولا بسال فيها، شو مشكلتي الاساسيه هون؟ انا مش واصل اصلا، عندي ستيدي ستيت ايرور 20% تقريبا، مش هيك؟ او اكثر 25%. اذا شو بدي اضطر اعمل كمان؟ نزيد زياده، بنرد بنزيد الجين كمان، خلينا نزيده مثلا لخمسه. اذا لسه عندي هون لسه في 5، نزيده مثلا ل8. احنا عم نغير الكنترولر، بنزيد الجين تبع الكنترولر. هلا بدا يتحسن عندي هون، في شويه ستيدي ستيت ايرور، لكن شو بدا يبين عندي الان؟ في عندنا اوفر شوت اوكي. يعني ريزن اللي بنقدر نضيف كمان، هلا خلينا نضيف هذه مثلا هون ل10. هل ممكن هذا السيستم يصير انستابل اذا ضليت ازيد كي؟ لا. ليش؟ عشان تتحكم انت بالزيرو، نيجاتيف فيدباك والبولز على اللاتر، كثر سيجوال شيء ادق من هيك. واضح الكل فاهم السؤال؟ هذا السيستم بدينا فيه كان عندي تو بولز، قللنا نروح على الرايت، ما بدهم يروحوا على ال، خلينا نرسم زيدوا بالليفت هاند. نعم عندي تو بولز، البولز لما بيتحركوا وين راح يتحركوا؟ يتحركوا اتجاه بعض، بعدين وين راح يروحوا؟ هم في الليفت هاند سايد راح يتحركوا هيك. هل عمرهم بيروحوا على الرايت هاند سايد؟ لا، لانه عندي 2 بولز لا يمكن هذا السيستم يصير انستابل. بزيد الاوفر شوت بس ما ممكن يصير انستابل. لو كانوا 3 بولز ايش ممكن يصير؟ ممكن اثنين منهم يتحركوا بهذا الشكل وبعدين يروحوا على الرايت هاند سايد. فلو عندي 3 بولز ممكن يصير السيستم 3 بولز بدون زيروز طبعا. طيب خلينا نعمل رن كمان مره ونشوف شو صار عندي هون. هلا تقريبا الايرور تقريبا 10%، خلينا نزيد هذه لمثلا 15 ونعمل رن. اوكي ايش بقدر اقول عن السيستم؟ المشكله هلا شو صار عندي؟
الاوفر شوت كبير حوالي 20%، عاده اكثر من 20% بعتبر الاوفر شوت كبير. شو صار عندي هون؟ هلا انا راح اهمل الاوفر شوت لفتره بس حتى اشوف امتى بقدر اوصل سمول ستيدي ستيت ايرور، فراح ارد ازيد هذه ل 20. صح، بنعالج مشكله الاوفر شوت. هلا في طرق مختلفه للمعالجه. نعم، في بي اي وبي دي. هلا بقدر اعالج بالتنين. هلا اذا طلعنا هون تقريبا لسه عندي هون ستيدي ستيت ايرور وزاد الاوفر شوت من هناك. الرايز تايم خليني اصغر الزمن، اعمل رح اعمل الرن 10 سكندز بس. اوكي هيك واضح عندي، وبعدين عندي الرايز تايم تحسن كثير. مزبوط، واضح كيف انه الرايز تايم تحسن. الكل شايف قديش صار عندي الرايز تايم. هلا هون الرايز تايم تعريفه صار مختلف. ليش تعريف الرايز تايم هون مختلف؟ ايش تعريف الرايز تايم بهاي الحاله؟ شو كان تعريف الرايز تايم استعملته بالاول قبل شوي؟ ليش هنا استعملته من 10 ل 90%؟ لانه هذا الخط ما كان يقطع هون، ما كان يقطع الفاليو، بس هلا صار يقطع الفاليو وصار السيستم اندر دام. شو صار تعريف الرايز تايم هلا؟ انت اول ما 90% من الماكسيمم هو تقريبا يعني حوالي 0.2 اوف سكند، 200 ملي سكند. اوكي هذا اتس جود رايز تايم مقارنه قديش كان عندي بالاول؟ تقريبا 2 او 2.5 سكند. اذا تحسن عندي الرايز تايم وصغر الستيدي ستيت ايرور، مش هيك؟ بس شو مشكلتنا؟ عندنا اوفر شوت. اذا البي كنترولر، ايش مشاكل البي كنترولر؟ اتس ا كومبرومايز، هو كومبرومايز ما بين الاوفر شوت والرايز تايم والستيدي ستيت ايرور. اذا زدت البي شو بتحسن عندي؟ الرايز تايم، بتحسن الرايز تايم وبصغر الستيدي ستيت ايرور. بس شو بسوق؟ الاوفر شوت. اذا نزلت بي بنزل الاوفر شوت. هلا ممكن لو بدي ارد انزل الاوفر شوت لاقل من 20% بدي اضطر ارد انزل بي. لو نزلت بي مثلا رديت نزلتها ل 15 وعملنا رن، راح الاحظ هون انها نزلت، يعني ما نزلتش كثير. خلينا ننزلها كمان، نزلها ل 12 نعمل. راح نشوف هون نزلت عن 20% بس عندي الاوفر شوت هون تقريبا يمكن حوالي 10% تقريبا 8% الستيدي ستيت ايرور. مزبوط، والرايز تايم يعني الرايز تايم تقريبا مقبول، هاي لسه بحدود ال 250 ملي سكند تقريبا. لو عملنا هون زوم على الرايز تايم، إذا عملنا رزوم على الرايز تايم تقريبا 270 ملي سكند، 280 ملي سكند. اوكي اذا واضح مشكلة البي كنترولر هي انها، هلا في بعض حالات ما في مشكلة، البي كنترولر بتحل المشكلة، لكن في حالات ثانية بتسبب لي مشكلة. خلينا نطلع على الديستربنس. لو ردينا رجعنا الديستربنس الآن، لو رديت حطيت هون 0.3 ديستربنس وعملنا رن، لاحظوا هون الديستربنس تقريبا ال 0.3 ما ضلت 0.3. اوكي نشوف هلا من هون، لو اعمل زوم هون خلينا نشوف قديش الستيدي ستيت ايرور عندنا هون. ستيدي ستيت ايرور تقريبا 10%، برغم انه دخل قديش كان قيمه الديستربنس؟ 0.3. لو انه اوبن لوب سيستم الديستربنس 0.3، شو راح تعمل لي تغير في الاوتبوت؟ 30%. لكن هون قديش الديستربنس غيرت؟ شيء بسيط جدا، كان عندي ستيدي ستيت ايرور 8% صار تقريبا 10%. ماشي واضح؟ اذا البي حقق ايش الاشياء حققها؟ عمل ريجكشن للديستربنس، خفف الستيدي ستيت ايرور، مش هيك؟ حسن الرايز تايم. بس مشكلتي الاساسيه الان اوفر شوت. اوكي